لأن لولا التعليمات الصارمة التي قدمها السيد رئيس الجمهورية، لولا أمره لكل القطاعات الفاعلة، لولا وقوفه شخصيا على وفرة المنتوج، سواء كان على مستوى الدواوين اللي تابعة لوزارة الفلاحة، أو حتى القرارات الشجاعة التي تم التكفل بها وأخذها فيما يخص تمويل السوق واستيراد كميات معتبرة لتحضير هذا الشهر الكريم، أو حتى موافقة المبدئية 3 أشهر قبل شهر رمضان على أنه أعطى تعليمات صارمة أن تكون فيه التمويل للمطاحن، تمويل أو مضاعفة إنتاج مادة السكر، مضاعفة إنتاج مادة الزيت، وكذلك قلت تمويل المطاحن ومضاعفة كل الطلبات.